مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وكنتواجدوا حاليا بمنطقة مشروع آل الحمد، حيث كارثة وفاجعة تحل بهذه المنطقة هذه، يعني واحد الحفرة اللي السمك ديالها كبير كبير جدا، يعني هذه الحفرة هذه كتهدد سلامة السائقين وكتهدد سلامة مستعملي الطريق ديال هذا المكان هذا، كما انها كتهدد سلامة ديال بعض الاطفال اللي كيلعبوا في هذه المنطقة هذه. يعني صراحة السمك والعمق ديال هذه الحفرة هذه يعني كبير كبير جدا، غادي نقربكم منها اكثر ان شاء الله. يعني كنعتذر على قبل هذه الرياح القوية اللي كاينة في هذه المنطقة هذه، لكن الساكنة ديال هذه المنطقة كتعرف واحد التهميش كبير من طرف المسؤولين والمنتخبين كذلك ديال هذه المنطقة هذه، لأن هذه الحفرة هذه تقدر تسبب أحد وفيات ديال بعض الأشخاص. يعني غادي نقربكم أكثر من الصورة ديال الحفرة اللي كتهدد سلامة السائقين الدراجات النارية، كذلك كتهدد سلامة مستعملي الطريق وكذلك الشباب. شوفوا معايا السمك العمق اللي مدرقينه فقط غير بواحد الخنشة وواحد الحجارة، يعني يقدر شي دري صغير الله يستر يطيح فيها. شوفوا معايا السمك ديالها يعني كبيرة بزاف، يعني حتى شي مسؤول ولا شي مكلف بهذا القطاع هذا ما جا لهنايا وحاول انه يتدخل ويعرف شنو واقع، يعني يقدر يطيح الطفل صغير ونرجعوا الفاجعة اللي بزاف ديال الفاجعات شطراو بسبب هذه الحفر هذه. يعني كنتمناو ان شي واحد يتكلف ويحاول انه يعتق الساكنة ديال هاد المنطقة هادي من طرف من هاد التهميش اللي كيعيشو فيه، لان الصراحة هاد الحفرة هادي يقدر يطيح فيها دري صغير كما انه يقدر يطيح فيها سائق دراجة نارية اللي ما شافهاش. وكنعرفو في الليل ما تشكونش الانارة العمومية كبيرة، بحيث هاد الحفرة هادي يعني تقدر تتحول الى فاجعة. هذا باش الناس ديال هاد المنطقة هادي القادوس اللي ما عندوش نقطه ديالو، يعني واش حنا حتى طرا شي مشكل عاد باش نوضو نحلوه، واش حتى توقع شي فاجعه وطيح شي طفل او طيح شي سياره او طيح شي سائق دراجه ناريه عاد باش نوضو نصلحو هاد الاخطاء هادي. لا حول ولا قوه الا بالله. كنعاود نذكر حنا كنتواجدو في منطقه مشروع الحمد اللي كتعرف واحد التهميش كبير من طرف المسؤولين والمنتخبين لهاد المنطقه هادي، كذلك كاين فيضانات في هاد المنطقه هادي، كاين مجموعه من الازبال، كاين مجموعه من المخلفات البناء. لا كتبناو ان الناس يحاولوا انهم يبارطاجيو اكثر واكثر باش يوصل الصوت والنداء ديال الساكنه ديال هذه المنطقه هذه، باش يحاولوا انهم يصلحوا هذا القادوس هذا اللي عندي قدر يطيح فيه شي دري صغير ولا يطيح فيه شي سائق دراجه ناريه، يقدر يعرض بحياته للخطر. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني شوفوا معايا كميه ديال المياه والفيضانات اللي كاينه في هذه المنطقه هذه، اللي لازم على المسؤولين انهم يتدخلوا في اسرع وقت باش يحلوا هذا المشكل اللي كاين في المنطقه ديال مشروع اهل الحمد اللي كيتسمى بالحلحال. شوفوا معايا كذلك هذه المياه وهذه الفوضى العارمه اللي كاينه في هذا المكان هذا، يعني فيضانات كثيره بزاف ديال الناس ما بقاوش كيدوزوا من هذا المكان هذا خوفا من تعرضهم لبعض الامور الخطيره. يعني شوفوا معايا الحفره من بعيد اللي كتشوفها، يعني صراحه ما كتبانش يعني كحفره يعني عندها السمك كبير من بعيد، ولكن الا قربتي ليها يعني السمك ديالها كبير وغارق بزاف، يعني يقدر تسبب وفاه ديال بزاف ديال المرام لهذه المنطقه هذه. لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى انكم تبارطاجيو اكثر واكثر باش يوصل النداء ديال هذه الساكنه هذه، يعني هاد القادوس هذا راه بلا غضب لا حتى شي حاجه يقدر تسبب وفيات عديده، كما ان الساكنه ديال منطقه المشروع الحمد اللي كيتسمى بالحلحال كتعاني ومعاناه كبيره. ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني كاين بزاف ديال الامور اللي خاصها تتحل في هذه المنطقه هذه. الساكنه دارت عده شكايات ما لقاش الاستجابه من عند حتى شي مسؤول ولا شي منتخب على هذه المنطقه هذه، لانهم صراحه كيعانيوا واحد المعاناه كبيره، وانتم كتشوفوا على المباشر هذا الشاطئ هذا اللي عامر بهاد الضايات وهاد الفيضانات، كذلك الشانطي في المكان الاخر الفيضانات وواحد المياه كثيره، وهاد الحفره هذه اللي كتهدد السلامه ديال المواطنين وكتهدد السلامه ديال السائقين. يعني شي واحد عنده دراجه ناريه في فتره المساء ما عندوش الضوء يقدر يطيح
في هذه الحفره هذه اللي السقف ديالها كبير كبير بزاف. انا عاود نقربكم اكثر يعني شوفوا معايا شحال عندي بزاف. لا حول ولا قوه الا بالله. مشاهدينا الكرام نتمنى مره اخرى المنطقة هذه. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية البث المباشر، كنشكركم على حسن المتابعة وتفاعلكم وعلى اللعبة.